روى الطبراني بإسناده كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منافق يؤذي المؤمنين، فقال بعضهم قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق، فقال النبي عليه الصلاة والسلام إنه لا يستغاث بي إنما يستغاث بالله. هذا الحديث اختلف العلماء في ثبوته، فإن كان ثابتا فإن هناك بعض الإشكالات عليه، وإن كان غير ثابت فلا نعول على ما لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى افتراض أنه ثابت، فقوله عليه الصلاة والسلام إنه لا يستغاث بي فيه نفي من أن يستغاث بالنبي صلى الله عليه وسلم في جميع الأحوال، فيما يقدر عليه وفيما لا يقدر عليه. ومن ثم فإنه يعارض هذا الحديث ما ذكره العلماء من أنه يجوز أن يستغاث بالمخلوق بشروط ذكرت مسبقا. فيا ترى ما المراد من قوله عليه الصلاة والسلام إنه لا يستغاث بي إنما يستغاث بالله؟ المراد من قوله عليه الصلاة والسلام إنه لا يستغاث بي إما لا يستغاث بي في مثل هذه الحال، لأن هذا المؤذي منافق وقد كف النبي عليه الصلاة والسلام يده وسيفه عن المنافقين، ولذا قال عليه الصلاة والسلام لما استأذنه بعض الصحابة في أن يضرب عنق بعض المنافقين قال لا، حتى لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، فوكل النبي صلى الله عليه وسلم سرائر هؤلاء إلى الله عز وجل. ولذا لا يستغاث بي ليس على عمومه، وإنما هو مقيد في هذه الحال، وإما وهو المعتمد لأن الأول يخالفه ما جاء بعده قال إنما يستغاث بالله، فيكون المعتمد هو القول الثاني، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام نفى في قوله لا يستغاث بي، ولتعلم أن هذا النفي هو صيغة خبر، ولو قال قائل لماذا لم ينهى النبي عليه الصلاة والسلام هنا لم يقل لا تستغيث بي، وإنما قال لا يستغاث بي على صيغة الخبر ليس هناك نهي، فنقول إن هذا النفي الوارد في هذا الحديث يراد منه النهي، وذلك لأن النهي إذا جاء في صورة الخبر يكون أبلغ في الزجر، كأنه أمر قد فرغ منه وانتهي منه فلا يستغاث إلا بالله، فيكون المعتمد هو القول الثاني، وهو أنه عليه الصلاة والسلام نفى أن يستغاث به في جميع الأحوال من أجل أن يعلق قلوب الصحابة رضي الله عنهم بالله عز وجل، ومن أجل أن يسد النبي صلى الله عليه وسلم كما هي عادته، من أجل أن يسد الباب المفضي إلى الشرك، فإنه لو استغيث به عليه الصلاة والسلام فيما يقدر عليه لربما يستغاث به عليه الصلاة والسلام فيما يستقبل فيما لا يقدر عليه إلا الله عز وجل. ومما يؤكد صحة هذا القول أن القائل قوموا بنا هو أبو بكر رضي الله عنه، ولا يمكن لمن هو في مقام أبي بكر رضي الله عنه من الإيمان والتقى أن يستغيث بالنبي صلى الله عليه وسلم فيما لا يقدر عليه، لأنه يعرف عظمة الله عز وجل.